جيبوا لي مطرق اريد على ظهرك اضربك. في حلقة جديدة من مسلسل استغلال المنصب، استعرض محافظ نينوى نوفل عقوب مهاراته في توبيخ وإهانة الأستاذ أحمد هليل مدير مدرسة عبد الله بن جابر، الأمر الذي فجر غضبا شعبيا تنديدا بإهانة المحافظ للمدير بهذه الطريقة التعسفية وتجاوزه للصلاحيات القانونية. أنت بيا وكيل؟ بيا وكيل؟ أحد كلفك قال لك اقتلهم؟ استاذ محترف زخم العمل اللي علينا استاذ. شنو زخمك؟ شنو طالب عندي؟ شنو زخم العمل؟ تجاعت بيت برا استاذ. شنو زخم العمل؟ اتكلم انا اتقبل كلامك، انت مسؤولي ومحاور استاذ. العقوب اضطر الى تقديم اعتذاره لا من باب الشعور بالذنب، ولكن تحت وطأة الغضب الشعبي بعد أن أراد من نشر الفيديو بيان حرصه المزعوم على الطلبة، لكن السحر انقلب على الساحر وارتدت طريقته الاستعراضية التي حاول من خلالها تسويق نفسه بإهانة موظف لا حول له ولا قوة، ارتدت عليه هجوما عنيفا، فقد اعتبر الجمهور الإهانة دليلا على أخلاق المسؤولين في عراق اليوم، منددين باستغلال الضعفاء للترويج والتمثيل أمام الكاميرات، مما أجبرت العقوب على لملمة الفضيحة بجلسة عشائرية. وبينما حاول مكتب المحافظ تبرير ما حصل بأنه سوء فهم، طالب نواب محافظة نينوى مجلس المحافظة بمحاسبة العقوب، وبخلاف ذلك فإن مجلس النواب سيستجوب المحافظة ومجلس المحافظة على خلفية تقصيره وعدم القيام بواجبه الرقابي، سيما بعد أن كرر العقوب تهديده بترك الطلبة يضربون مدير مدرستهم في تجاوز لكل الأعراف القانونية والأخلاقية. وانا تريد اجيب وتخلى الطلاب من يقتلونه بالباقي نفس المصدر اللي ضرب بها الطلاب. هاي لجنه انا ما تاكل عندي، اللجنه ما تاكل عندي، هذا اجيبه وقطع اذانه. هسه قبل يطلع على المحافظه. وكانت نقابة المعلمين العراقيين قد طالبت برد الاعتبار للأسرة التعليمية، مؤكدة أن تصرف العقوب يعد إهانة للكوادر التربوية. تأتي هذه الحادثة في ظل ازدياد حالات الاعتداء على المعلمين والمؤسسات التربوية في الفترة الأخيرة في ظل غياب للقانون، والتي أصبحت تشكل ظاهرة مؤرقة وخطيرة.